قبل ما ادخل في ماتش الاهلي والقطن الكاميروني، عايز بس يعني كلمه للجماهير بتاعت النادي الاهلي، عشان في الوقت ده مطلوب منك جدا 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 تقدر وتوزن. انا قلت في بدايه الحلقه انا سعيد جدا بردود الافعال اللي شفتها من معظم الجماهير، واحترامي لكل الاراء على فكره، ومتاكد تماما انه يعني سواء اللي زعلان واللي غضبان واللي بيعبر عن ده بصوت عالي، او اللي شايف انه الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل ده، وان الاهلي قادر يرجع افضل من الاول، وان فرصنا في كل البطولات ما زالت قائمه، برضو ليه كل التقدير واحترام. ولكن خد بالك، عشان الفتره دي مهمه جدا، وفي ناس بتستغل اي كبوه للنادي الاهلي عشان تكسر فيه. في حسابات كتير جدا ومواقع كتير جدا وصفحات كتير جدا عليها ملزوق شعار النادي الاهلي، وبتتحدث او هي يعني بتقول انها بتتكلم باسم الاهلاويه باسم جماهير النادي الاهلي. ما اعتقدش انه في اي حال من الاحوال ممكن تقبل اخبار من نوع انه مستر كولر على بعد خطوه واحده من الرحيل، او انه كابتن سيد عبد الحفيظ هيتم تغييره، او في رغبه من اداره النادي الاهلي في تغيير كابتن سيد عبد الحفيظ، او انه في لعيبه صدر قرار باستبعادها واتقالت في اكتر من صفحه يعني او اكتر من حساب، في ناس حددتهم بالاسم، في ناس حددت 4 لاعبين، وفي ناس حددت 8 لاعبين، وفي ناس حددت 10 لاعبين وقالوهم بالاسم. ما اعتقدش، وحتى وان صحت، وانا بقول لحضراتكم الكلام ده كله ليس له اي اساس من الصحه، وحتى وان صح الخبر ده، هل طبيعي او معقول انه حد بيغير وبيحب وبينتمي للنادي الاهلي يطلع خبر من النوع ده حتى وان كان خبر صحيح؟ ايه الفايده؟ هترجع على مين؟ الاهلي ممكن يكون مستفيد ايه من حاجه زي كده؟ واعتقد ان احنا رهنا على كل الاسماء الموجوده قائم حتى نهايه الموسم، شاء من شاء وابى من ابى. خلينا نروح لمباراة القطن الكاميروني، وخلوني بداية طبعا ارحب بالمحلل الفني احمد مصطفى اللي يعني بعتز دايما بوجوده معانا. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، انا دايما مبسوط وانا معاك وبعتز بوجودي معاك دايما. متفائل بتأهل الاهلي ولا شايف انه سيناريو صعب جدا؟ طالما مش مستحيل يبقى لازم اتفائل. هو سيناريو صعب لكن كل شيء وارد. النادي الاهلي لابد من الفوز على القطن الكاميروني، واعتقد ان مباراه الهلال السوداني ومباراه سان داونز هي اللي شاغله اغلب جماهير النادي الاهلي طبعا، لان مهمه جدا. وتوقعاتي برضو ان شايف ان هي بنسبه كبيره يعني مش زي بتكلم كتير وان هي ممكن تبقى فيها تلاعب وكده، اعتقد سان داونز يعني اقوى بكتير من الهلال، مباراه هتبقى صعبه وكل شيء وارد للنادي الاهلي، واعتقد ان النادي الاهلي بنسبه كبيره هيصعد. انا احساسي يعني بعيدا عن تقييمك لمستوى الفرقتين، الرغبه والدافع بتهيألي انه سان داونز كمان داخل المباراه مش مرتاح، عنده الرغبه في انه بالظبط واحد ياكد انه يعني جاي ينافس على البطوله، اثنين يهمه جدا 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 صداره المجموعه عشان يتفادى مقابله واحد من الفرق الكبيره في القاره، فبالتالي مشواره نوعا ما يبقى اسهل، فالدوافع كمان موجوده عند سان داونز. عندهم دوافع، وانا قلت لك احمد قبل كده في الحلقه اللي فاتت ان سان داونز ما بيعرفش يدافع وما بيعرفش يلعب بالكره الهجوميه، طريقه ده اللي احنا ما عرفناش نستغله للاسف في المباراه. يعني عندهم ثغرات كبيره جدا احنا ما استغلناش. يعني جون شريف الاولاني الضغطه بتاع التاو والاسيست بتاع قندوسي عندهم مشاكل في قلب الدفاع طبعا، وخلف كان ممكن يتكرر كتير قوي جدا، وحتى والنتيجه 5 كان في كورتين يعني سهلين جدا، كره بيرسي تاو وكره كهربا، الاثنين دول كانوا يعني ممكن يرجعوك تاني يغيروا الماتش تماما. لكن الاهلي فقد السيطره في المباراه، يعني هي دي كانت اهم حاجه، كانت واضحه ان الاهلي فقد السيطره، فكان سان داونز لازم عشان تكسبه ليه طريقه لعب مختلفه. ما ينفعش تجاريهم في اللعب لان هم كورتهم كلهم قريبين من بعض، دايرين مساحات وكورتهم كويسه، يعني كلهم لعيبه كوره ومتعبين. ايوه، فانت عشان تحاول تكسب سان داونز او تلعب مباراه كبيره عليهم لازم تلعب على نقط ضعفهم، ونقط ضعفهم واضحه جدا. أيوه، جدا خلف الاطراف، والاثنين مساكين شفناه طبعا في غلطه، متواضعين جدا جدا. فده انا شايف ان النادي الاهلي ما قدرش يستغل، لكن كل شيء برضه ممكن يكون في حاجه ان شاء الله بعد ماتش الكوتن كمان تكون مستخبيه النادي الاهلي كويسه يعني ان شاء الله. واصعب حاجه في الفرق دي وانت بتواجهها دايما انها تتقدم عليك، فكره انك تدي له الافضليه في المباراه. يعني لو الاهلي هو اللي كان تقدم او بدا بالتسجيل اعتقد سيناريو المباراه كان هيبقى مختلف تماما. حصل قبل كده مع مستر فايلر. الاهلي اتقدم وضيع بعد كده كرة بتاعت عمرو السوليه، فالنادي الاهلي الفريق اللي بيبقى يعني زي سان داونز ده بيتوتر لان هو دايما بيستعجل الفوز. بالظبط. فرق زي سان داونز لو استعجل الفوز واندفع لقدام انت تقدر تستغل اخطائه كتير وتلعب على الهجمات المرتده. لكن لو لعب بافضليه وباريحيه لعبته هتبقى بايخه جدا. الهدف الثالث، الهدف الثالث ده لو في الامور الطبيعيه الجرأه بتاعت ياخد قرار طبعا ياخد قرار تسديد من المسافه دي كلها، ده اريحيه، قال لك مش هخسر حاجه. وبالفعل يعني الكرة
برضو كانت صعبه جدا ومسافه بعيده. صحيح. نروح لماتش الاهلي والقطن الكاميروني، مباراه في الكاميرون ما بين الاهلي اللي ما زال بيملك حظوظه وفرصه في التاهل، وفريق خلاص فقد اي فرصه في التاهل، قدم عروض باهته جدا، خسر على ملعبه وبره ملعبه. هل تشوفها بواقع النتائج وواقع الفوارق الكبيره في التاريخ والامكانيات مباراه سهله، ولا مباراه من وجهه نظر احمد مصطفى ليها صعوبتها وليها تعقيداتها؟ لا، هو طبعا بعد الموقف اللي النادي الاهلي فيه المباراه بقت صعبه جدا. النادي الاهلي لابد من الفوز، وطبعا احساس ان انت لازم تفوز ده صعب جدا. النادي الاهلي يعني ما فيش حل قدامه غير المكسب. القطن الكاميروني ممكن يكون هو اقل فريق في المجموعه، لكن بيلعب على ملعبه، وليه برضو ان هو لو كسب النادي الاهلي ده برضو مكسب في حد ذاته طبعا. فده مكسب مهم جدا. فالمباراه مش هقدر اقول ان هي سهله، وفي نفس الوقت لازم ندي المباراه اهميتها، لان النادي الاهلي حتى نتيجه الهلال السوداني مع سان داونز اللي احنا بنتمناها طبعا تطلع في صالحنا، لازم النادي الاهلي يكسب الاول. فمباراه القطن الكاميروني هي اساس كل حاجه، مكسب النادي الاهلي نبدا ساعتها نبص على مباراه الهلال السوداني وسان داونز، وهنحط حتى الهلال السوداني تحت ضغط. يعني مكسب النادي الاهلي هيبقى في ضغط للهلال السوداني ان هو بيلعب مباراه سان داونز، هو لازم يكسب. ايوه، احنا منافسنا دلوقتي مش هتصدر نوعا ما طبعا التوتر. فده مهم جدا. لا، ما هو يعني هو الجمهور ما اعتقدش انه هيحتمل اي تهاون او اي نتيجه اخرى غير المكسب في طبعا. احنا 90 دقيقه حياه وموت يعني، وانا مدرك تماما الجهاز الفني وانه لعيبه النادي الاهلي مدركه تماما المباراه دي، مباراه الموسم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بصرف النظر على فكره عن التاهل من عدمه، لكن الاهم انك تعمل عليك في المباراتين المتبقيتين. 180 دقيقه مطلوب فيهم مكسب، وباذن الله المكسب ده في القطن الكاميروني والهلال يكونوا طريقنا للتاهل. القطن الكاميروني فريق بالنسبه لنا مش من الفرق، يعني كان في فتره من الفترات طبعا ولعب الاهلي اعتقد في افريقيا وائل جمعه وفلافيو دوري بالظبط، نهائي دوري ابطال افريقيا، لكنه مش القطن، مش نسخه القطن اللي وصلت للنهائي قبل كده، والكره في الكاميرون يمكن على المستوى المحلي تراجعت بشكل كبير جدا. شفنا الفريق هنا في القاهره، هل تتوقع انه شكله يختلف او طريقته تختلف او اسلوبه يختلف في مواجهه الاهلي على ملعبه في وسط جماهيره، وخصوصا انه فاروق كان معانا من شويه بيقول انه القطن الكاميروني اعلن عن فتح ابواب ملعب المباراه للجماهير بالمجان؟ لا اعتقد طريقه لعبهم واحده من اول دور المجموعات، اعتقد ان هم لعبوا سان داونز ولعبوا الهلال السوداني ولعبونا حتى في الكره، بس لعبهم بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبه، بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه، دي الخطه الثابته اللي لعبوا بيها طول المباريات. فاعتقد ان هم مش هيغيروا طريقه لعبهم خالص، هيواجهوا الاهلي بنفس الطريقه خالص. حتى هو بيلعب على ملعبه، عارف النادي الاهلي جاي عايز ملوش حل غير ان هو يكسب، فهيحاول يمتص حماس لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي انا بشوف، انت سالتني سؤال قبل كده في مباراه سان داونز، النادي الاهلي يلعب الكل في الكل، قلت لك لا، مع سان داونز ما ينفعش تلعب الكل في الكل. لكن قدام القطن الكاميروني ما فيش حل، لازم الكل في الكل من اول دقيقه. ما فيش وقت. طيب قبل ما نتكلم على طريقتنا والاسلوب الامثل من وجهه نظرك في لمواجهه القطن الكاميروني، وفي كلام كتير على انه مستر كولر بيفكر في اوراق ممكن تكون ما ابتدتش مباراه سان داونز، هسالك طبعا فيما يتعلق بفريقنا، لكن خليني ابدا معاك بفريق القطن الكاميروني، نحاول نقرب شويه من الفريق ونحاول نعرف الاهلاويه طبعا اللي بيتابعوا السادسه شكل وطريقه لعب الفريق في مواجهه الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. ده شكل القطن الكاميروني من اول المجموعات، في الاول مره بيلعب 4-3-3، هو دايما زي ما قلت لك احمد بيلعب دايما بيستقبل نص ملعبه. لو رحنا للصوره الثانيه هنشوف شكل سان داونز، بص 4-3-3، بص في لاعب هنا اللي هو اهم لاعب فيهم وساو اللي هو اللي احرز الهدفين. القطن الكاميروني ما احرزش غير هدفين في البطوله كلها، اللي احرزهم لاعب واحد رقم 7 وساو. هو الجناح الايمن، لعيب مميز جدا وسريع، وهو اعتقد اللي هو بيعرف يجيب جول، وساو الجناح رقم 7. دي طريقه لعبهم، هم ما غيروهاش خالص، بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبهم ويلعبوا دايما على التحولات. حاولوا يعملوا معانا كده في القاهره، لكن النادي الاهلي قدر يحرز الهدف الثاني. فالهدف الثاني كان قضى تقريبا على القطن الكاميروني ساعتها. تمام، ممكن ندخل كده في الحالات، ندخل على الحالات، يمكن الحالات توضح الحالات اكتر طريقه اللعب وتوضح نقاط القوه نقاط الضعف بتاعت يعني هو مفيش نقاط قوه عندهم غير وسوده وساوده. هو نقطه القوه الوحيده بين الجناحين بتاعهم. هو بص دي انا اعتقد، بص وساو هنا هيقطع الكره، مفيش عندهم غير حد بيلعبوش غير على الاطراف. ايوه، وساو بص هو رقم 7 اللي هناك ده هيجيب الهدف، الطرف اليمين خالص، الطرف اليمين هو الجناح الايمن رقم 7. أيوة، هو اللي الكره دي هيستلمها وهيجيب بيها الهدف، نفس الهدف اللي احرزوه برده في الهلال السوداني. تمام، يعني بص هو بص هيستلم الكره ويدخل لجوه. نكمل بص نفس ما هو برده وساو نفس الكلام، هيستلم وهيشوط نفس الجون، تحس ان هو بالكربون، هو احرزوه في الهلال السوداني واحرزه في سان داونز نفس اللاعب، كل لاعبهم بيلعبوا دايما ناحيه الجناح الايمن.
هتلاقي نادرا اساسا حد طاير غير الجناح الايمن. بالظبط. بص هتلاقي فين لعيبه الكوتنك مش موجوده ليه بقى؟ لان هم كلهم في نص ملعبهم فبيلعبوا على التحولات، فبيقدروا يعملوا التحولات عن طريق وساو رقم 7. فهي دي اعتقد الخطوره بس منها، يعني اعتقد مش خطوره قوي. بص نفس الجمله برضه، نفس الجمله برضه. نكمل المباراه. اقول لحضراتكم برضو يوم الجمعه ان شاء الله هتكون بتوقيت الساعه 6 هنا في القاهره. يعني بص وان أحمد. كنت الحقيقه برضو هي علامه استفهام يا احمد، يعني انا كان نفسي جدا انه الجولات المتبقيه، لان انت عارف نتائج المجموعه بقت مرتبطه ببعض، كان اولى بالاتحاد الافريقي انها تتلعب في توقيت طبعا واحد. ده مهم جدا، لان ده يبقى فيه حتى فير. ايوه توقيت واحد، لان انت يبقاش عارف نتائج المنافس بتاعي، وبالتالي يبقى عندي افضليه اللعب على اساسها. لكن لما بلعب في نفس التوقيت ده كان مفترض، يعني يا اما سان داونز، وخصوصا ان الجوله اللي قبلها كانت ملعوبه بدري. مزبوط. يعني في فرق زمني كبير جدا، كل الفرق عندها فتره للراحه، وبالتالي يا اما سان داونز والهلال كانت اتنقلت بقت يوم الجمعه وتقدمت بقت يوم الجمعه، او الاهلي وسان داونز اترحلت بقت يوم السبت. ده كان اكتر يعني منطقيه بصراحه، كان يبقى فير حتى يدي خلي اللعيبه كلها بتلعب، يعني خلاص عندها ان مفيش فكره التلاعب، كل واحد بيلعب في ماتشه وما عندوش فكره الافضليه انه انا عارف حسابات المجموعه ايه وهلعب على اساسها. لكن لما بيكونوا الماتشين بيتلعبوا في نفس التوقيت بيبقى فير بلاي، فرصه طبعا، مبدا تكافؤ الفرص لكل مهم جدا. الفرق المتنافسه. بتشوف البطولات الكبيره كده في كاس العالم وكاس افريقيا اخر مباراه طبعا بتتلعب دايما في توقيت واحد. ايوه فلازم حتى يبقى ده طبيعي تتغير نظام دوري ابطال افريقيا في المباراه الاخيره دي دايما. في حاجات كتير قوي لازم تتغير. صحيح. معانا حلقه على باقي الحالات. في حالات ثانيه هنا الاخطاء الدفاعيه اللي عندهم مشاكل، لما جم فكروا يعملوا بيلد اب ويبداوا هجمه من تحت سان داونز قطعت منهم واحرزوا منها الهدف الاول. ايوه فدي مشاكل دفاعيه باينه جدا عندهم، الاثنين مساكين ضعاف جدا. تمام. هنكمل. اتفضل. طيب. خلينا نقف عند الجزئيه دي عشان عايز اركز معاك على اضعف الخطوط في فريق سان داونز فريق القطن ونقاط الضعف بشكل عام على مستوى الفردي والجماعي. بس خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الاهلي والقطن كمان. يعني واضح من كلام احمد عن فرقه القطن انها فرقه ما فيهاش مصادر خطوره تقدر توقف او تحد من خطورتها بسهوله. لكن لما نيجي نتكلم على نقاط الضعف بقى محتاجين نفهم بدايه كده يا احمد اضعف الخطوط في الفريق، خط ظهره، خط النص، ولا خط هجومه، وايه هي الثغرات اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي في مباراه؟ قبل ما نروح للسيناريو طبعا نبدا ازاي ونشتغل ازاي في المباراه، لكن اعرف اهم نقاط الضعف في فريق القطن. عندهم مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع وحارس المرمى. يعني خط الدفاع عندهم ده اخطاء كتير جدا، بيعمل ميس باص كبير جدا. عندهم مشكله في عدم التمركز، بيتمركزوا غلط تماما سواء في خط الدفاع. طبعا عندهم مشاكل كبيره جدا وبيلعبوا دايما على مسار التسلل. اغلب الاهداف اللي استقبلوها في البطوله هي اغلبها بيلعبوا على الخط واحد. اخطاء من خط الدفاع ولا هو طبعا في اخطاء من خط الدفاع، بس اقصد اقول يعني انت من شويه هنا قلت لي مثلا البيلد اب من 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 ورا عندهم في مشكله، في مشاكل. اخش بدوا تحت عندهم مشاكل. لاعب رقم 3 عندهم لعيب سيء جدا. فده باين. بص بداوا يفكروا خط الظهر بتاعهم. بص ادى جون من لا شيء لفريق سان داونز. ما ينفعش تغلط قدام فريق سان داونز، لان هو سان داونز بيضغط من قدام، واعتقد النادي الاهلي لازم يضغط على الكوتن الكاميروني. دي اول نقطه طبعا، الضغط من قدام مهمه جدا، واعتقد من فوق. بالظبط. النادي الاهلي لو ضغط على الكوتن الكاميروني من الامام، وده اعتقد النادي الاهلي عمله اول ربع ساعه في مباراه القاهره. النادي الاهلي اول ربع ساعه جاب جول، فاعتقد ان الضغط من الامام على الخط الخلفي بتاع القطن الكاميروني النادي الاهلي يقدر في اول ربع ساعه يجيب جول بسهوله جدا. العاب الهواء، العاب الهواء برضه عندهم مشاكل، وده شفناه طبعا في حارس المرمى كمان عنده مشكله، دخل فيه هدفين في مباراه. ده بص حارس المرمى ده جول ما يدخلش خالص، متشطب من بره ال 18. كره سهله جدا طبعا، دخلت بطريقه غريبه في عز ما هم اصلا يعني محتاجين حتى المكسب في كره. يعتبر ده ماتش الهلال اللي خسروه في الكاميرون 2-1. 2-1 كانوا كسبانين 1-0، متقدمين 1-0 والهلال رجع في النتيجه 2-1. فحارس المرمى عندهم برغم ان هو طويل وقوي لكن بنيان، بس لكن اعتقد ان هو ضعيف طبعا فنيا. عندهم مشاكل في خط الظهر وعندهم مشاكل في حارس المرمى. لكن الخطوره نفسها مفيش خطوره غير وساو رقم 7. يعني فشايف ان بالنسبه لي فريق القطن الكاميروني لازم تلعبه بضغط متقدم تماما من قدام، وده افضل طريقه للنادي الاهلي. لان فريق القطن الكاميروني انت لو فضلت مستنيه هو اصلا مستنيك، يعني هو اصلا بيلعب من نص ملعبه. هنا بص سوء التمركز اللي بكلمك عليه يا احمد. بص كام واحد من فريق القطن الكاميروني موجود ولا واحد ماسك لاعب من سان داونز. بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. بص لعيبه سان داونز كلها ست لعيبه من القطن وحارس مرمى
وفي اثنين لعيبه في السكس يارد من سان داونز ومحدش ماسك، بالرغم كده مفيش حد ماسك حد، اتكرر في كذا مشهد. هتلاقي بص الباص هنا، بص بقول لك الخط ده واقف على خط واحد، اتضربوا اثنين من سان داونز رايحين يجيبوا جول، ولا واحد فيهم اوفسايد. ايوه فدي باين قد ايه مشاكل بتاعت الخط الخلفي من فريق القطن الكاميروني. بص التمركز، بص هنا، بص اللقطه دي، اربع بص لعيبه برده في اربع لعيبه، بص كام واحد في سان داونز، محدش مان تو مان خالص ولا حد مركز. عندهم واضح في مشاكل في التمركز، لانه حتى اللعيبه اللي بره البوكس اللي عند مفيش الناحيه اليمين سايبين لاعب سان داونز وفاتحين زاويه التمرير، ومفيش ضغط على اللاعب اللي معاه الكره. مظبوط. وحتى جوه الصندوق كمان اربع لاعبين سايبين ثلاث لعيبه من سان داونز واقفين يعني. بص احمد اللاعب ده بص والكره شغاله مش واقفه، بيوجه المدافع زميله ان هو يوجهه بيقول له امسك. والكره شغاله جدا. لا هو في لعيب اللي في ظهر النمره 9 غالبا، ما هو ده بيشاور. ايوه ده ساب الكوره خالص وباصص الناحيه الثانيه بالظبط. يعني الموضوع في استهتار او لا مركزيه. واعتقد ان هم عندهم ثغرات كبيره جدا في الخط الخلفي، وده باين جدا في اغلب مبارياتهم، وباين جدا هم حتى متذللين المجموعه. بص مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع، يعني لو اتضغط عليهم سهل جدا ان انت تغلطهم بسهوله جدا. طيب نيجي لينا احنا، معانا حالات تانية؟ لا مفيش حالات تانية. طيب نيجي لينا احنا بقى، شايف الطريقه بدايه، هل تشوف، ودي واحده من الاسئله اللي واعتقد ان مستر مارسيل كولر بيفكر فيها، هل تشوف انك تلعب بالفريق او بالتيم الاسماء اللي لعبت وابتدت ماتش سان داونز، ولا الافضل انه تستخدم اوراق جديده في كل الخطوط والمراكز؟ لا بالتاكيد مش تغيير كامل طبعا، ما اقصدش انه يبقى تغيير في 11 كامل، لكن يبقى في مساحه لمشاركه لعيبه ما ابتدتش مباراه سان داونز. لا انا شايف ان النادي الاهلي دي المباراه دي لازم يلعب بالتشكيل الامثل، مفيش وقت للمجازفات، مفيش وقت للروتيشن خالص، او مفيش وقت لاي لاعب تجازف بيه، لاعب شايف التشكيله الافضل. شايف ان طبعا اللعيبه اللي نزلت الشوط الثاني زي احمد عبد القادر كان راجع من الاصابه، وجود حسين الشحات لو رجع يبدا طبعا سيتاو يلعب، يبقى موجود بيرسيتاو والشحات يبقى الشحات لو على... جاهز حسين الشحات اللي يبدا على حساب بالنسبه لنا بيرسيتاو عادي، رغم ان هو قدم مباراه كبيره. احنا متفقين لسه في الفصل انه بيرسيتاو يمكن كان افضل لعيبه الاهلي في ماتش سان داونز. ما هو بيرسيتاو عنده مشكله بالنسبه لي، ايوه، ان هو مباراه هيبقى اجمد واحد في المباراه، والمباراه اللي بعدها بيبقى ما تفهمش. يعني بمنتهى الصراحه دي مش بس مشكله بيرسيتاو، دي مشكله يعني ثبات المستوى ده بالظبط، يمكن بتظهر بشكل رائع ونتفاجئ بيها فعلا. يعني حسين الشحات اعتقد قبل الاصابه كان افضل لاعب في النادي الاهلي كل مباراه بيقدم مستوى كبير، برضه ما تضمنش انه حسين الشحات يبقى راجع بنفس الفورمه اللي كان عليها بالزبط. قبل الاصابه. فعشان كده بقول لو حسين الشحات مش جاهز أيوة، فيبقى بيرسيتاو يبدا. وجود عمرو السوليه مهم جدا، وانا اتكلمت معاك ان هو كان موجود، ان هو لو كان، بس طبعا اعتقد هو ما كانش جاهز فنيا، فاعتقد هو بدا خلاص يجهز. فاعتقد وجود عمرو السوليه مهم جدا في المباريات الكبيره زي دي، واعتقد محمد شريف هيبدا اللقاء كمهاجم، وممكن هو مستر كولر يفاجئنا بكهربا، لان هو دايما بيفاجئنا بالمباريات اللي هي دي، ممكن يفاجئك بكهربا، لان كهربا لان كهربا عنده ميزه، كهربا بيجيب من انصاف الفرص اللي احنا محتاجينها. هو الملعب ما يشيلش كهربا وشريف مع بعض؟ لا ما يشيلش، ما تشيلهمش، لان كهربا مش بيدافع، انما بيرستاو بيدافع، حسين الشحات بيدافع. ليه احيانا كتير جدا بنلاقي طاهر موجود في الملعب؟ عشان الجانب الدفاعي. انا مش شاري الفكره دي قوي بصراحه، دي وجهات نظر طبعا، يعني هي مدارس، يعني مدارس طبعا صح. بس انا مش يعني، انا شايف انه الجناح مهمته الاولى الهجومية، دور هجومي ويبقى عنده حلول، والدور الثاني انه يبقى ليه دور دفاعي، لكن فكره انه عشان بيدافع ده انا جايب جناح عشان بالظبط، عشان يبقى فيه خطوره هجوميه، وعشان يعني كده حتى لما هو خرج طاهر الحقيقه يعني قدراته الهجوميه مش محل تشكيك، يعني انا بستغرب الحقيقه، يعني هل ده مطلوب او تكليف من الجهاز الفني، او يعني ده دور هو اللي متحدد له، يعني انه يستد مع معلول، يعني مش عشان كده انا بشوف ان الطبيعيه اللعيب اللي عنده المباراه دي محتاجه اللعيب اللي عنده حلول. فعشان كده بقول لك احمد عبد القادر وجوده من بدايه المباراه مهم جدا. ايوه حسين الشحات لعيب عنده حلول. نص الملعب شايف مين يبدا، وخصوصا انه يمكن اكثر الخطوط وفره عدديه، واكثر الخطوط من حيث الجاهزيه دايما اللي ممكن يكون فيه لحد ما حيره شويه. انا شايف ان يبدا بحمدي فتحي وعمرو السوليه والكندوسي. دي تركيبه جديده، دي تركيبه جديده.
ان انت عايز تركيبه انت هتلعب بحمدي فتحي 6 وتمانيتين. اعتقد عمرو السوليه من افضل 8 موجود في مصر قبل الاصابه. انا بس يبقى فت ان شاء الله يبقى فت يبقى... والقندوسي بيقدم دور 8 بغض النظر عن المباراه اللي فاتت اللي كل اغلب اللعيبه ما كانتش في حالتها الفنيه، لكن مش مقياس ان القندوسي يبقى مش كويس، لكن هو القندوسي يبقى وجوده مهم جدا لان هو بيلعب لقدام، واحنا محتاجين لعيبه تلعب لقدام في المباريات الكبيره زي دي، المباراه المهمه جدا. فاعتقد وجود السوليه والقندوسي وراه حمدي فتحي، لان ديانج اعتقد ان هو بقى له فتره عنده ميس باص كتير جدا، فوجود حمدي فتحي هيبقى مهم جدا في المباراه ديت رقم 6. وشايف ان طبعا عبد المنعم متولي لو جاهز. لا استنى بس ما تدخلنيش في خط الدفاع دلوقتي، لان خط الدفاع ده واحد من علامات استفهام الكبيره بالنسبه للجمهور. الجهاز الفني قصه ثانيه، هو يشوف طبعا ويقيم ويشوف مين ممكن يؤدي المباراه اللي مش برضه عشان نبقى منطقيين مش متوقعين فيها هجوم كبير على مرمى نادي الاهلي زي ما حصل في مباراه سان داونز، بس انت عندك اخطاء دفاعيه كارثيه صح حصلت في مباراه سان داونز، عليك انك انت تتعامل معاها وتصححها وتتلافاها. هل هي فكره بس تغيير اسماء، ولا شايف انه في مشاكل كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي وفي حراسه مرمى؟ اعتقد ان المشكله مش اسماء بس، اعتقد ان حتى الاسماء اللي موجوده وحتى الاسماء البديله في مشكله في الضغط. احنا حتى في مباراه سان داونز كان في مشكله، دخل فينا هدفين من غير ما اي لاعب من نص الملعب ضغط على اللاعب وهو بيشوط، دي حاجه ما تحصلش في النادي الاهلي. فدي مشكله كبيره جدا، ففي مش عايز اقول عدم تركيز، دي ما ينفعش تحصل في المباريات اللي فيها دايما انت محتاج فيها البونت او الثلاثه بونت مهمين جدا. فاعتقد ان الخط الخلفي حتى لو انت بدلت مين اللي هيلعب؟ مع عبد المنعم ممكن يكون عبد المنعم او حتى ياسر ابراهيم، ممكن يكون المباراه اللي فاتت ما كانش في حالتهم الفنيه العاليه، لكن وجودهم مهم جدا لان مفيش بدايل. متولي لو موجود، لكن اعتقد متولي ممكن لسه ما يبقاش جاهز برضه لسه. فاعتقد وجود متولي في المباراه القادمه هيبقى مهم جدا لو جاهز، لو مش جاهز يبقى ياسر ابراهيم هيبقى موجود. لكن الضغط من قدام والقطن الكاميروني برغم ان هو بيلعب على ملعبه مش المنافس القوي جدا اللي النادي الاهلي يخاف منه او يبقى عامل له الف حساب، لكن هي بس صعوبه المباراه في طبعا الظروف اللي النادي الاهلي حط نفسه فيها. مستر كولر، من وجهه نظرك لسه في افريقيا ما فهمش الفكره، ما استوعبش الكره في افريقيا، ما استوعبش طبيعه المنافسه، ما عرفش مين الفرق دايما اللي تعمل لها حساب او الفرق اللي ليها طبيعه خاصه في مواجهتها مع النادي الاهلي؟ لا، هو مستر كولر عنده يعني عنده مميزات وعنده حاجات لسه فعلا ما اخدش وقت عليها. اولا هو عنده ميزه مهمه جدا ان هو مدرب جريء ما بيخافش، يعني بيجازف وشفناه كده في مباراه ريال مدريد وبيقدم كره مميزه وبيقدر جرأة ان هو يلعب اي حد. شفنا كهربا جه من بعد غياب فتره غياب بيبدا بيه وبيجازف وبتنجح، لكن في مباريات ما ينفعش تجازف بيها، فلازم عندك موضوعيه، ما ينفعش دايما ان انت تبقى كل حاجه يبقى فيها زي ما تهور. فهو عنده مشكله في التهور، مستني مجازفه منه في ماتش القطن. لا مفيش مجازفات خلاص، مفيش مجازفات، مبقاش في مجال للمجازفات دلوقتي. يعني ما ينفعش خلاص تفاجئنا بلعيب مش موجود خالص وتروح جايب وتبدا بيه المباراه، مش الماتش مش هيستحمل. لان احيانا انا بقول الانسجام مهم جدا في الكوره، الانسجام برغم ان انت عايز تعمل روتيشن او تدخل لعيبه معينه، ودي مشاكل النادي الاهلي مر فيها مع موسيماني في الدوري لما كان بيحاول يعمل كده في الدوري بيغير لعيبه كل شويه، فدي مشاكل. لكن النادي الاهلي ثبات التشكيل مهم، التغيير في اضيق الحدود. كويس ان يبقى اغلب اللعيبه تبقى عندك جاهزه فنيا، يبقى عندك كذا لعيب في كذا مركز، لكن انت برضو محتاج الانسجام، لان الانسجام ده اعتقد مهم جدا كلعيبه النادي الاهلي في الملعب. ايوه، يعني انا يعني عندي احساس كده ايمان كبير انه الاهلي ان شاء الله هيتاهل عن المجموعه دي. شايف المرحله الثانيه من البطوله اذا ما تاهلنا جاهزين للتعامل معاها نفسيا قبل فنيا؟ لانه اللي حصل في دور المجموعات، ومش بس بتكلم على ماتش سان داونز، بتكلم على مستوى الاهلي في دور المجموعات اجمالا، ممكن الى حد ما يكون عامل ربكه او هزه قبل ما تكون عند الجمهور عند اللعيبه نفسه. ودي محطه مهمه جدا هتبدا من مباراه القطن، ازاي تحضر لعيبتك انه ما زال الامل قائم، ما زال عندنا قدره على المنافسه على اللقب وتحقيقه. بص احمد، بغض النظر عن موقف النادي الاهلي في بطوله افريقيا، لكن ما ننساش حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي متصدر الدوري المصري، النادي الاهلي وصل لنهائي كاس مصر بنفس اللعيبه بنفس القوام بمستر كولر. فاعتقد ان الموضوع برغم ان في اخطاء او في مشاكل، لكن مش لازم ان احنا المشاكل دي نصورها او الناس تستغلها النادي الاهلي خلاص وقع او الكلام ده كله. النادي الاهلي ما بيحصلش، كان النادي الاهلي قادر ان شاء الله يصعد، وانا متفائل زيك ان هو يصعد ان شاء الله. ولو صعد في حسابات ثانيه، وده متعودين على النادي الاهلي معاه، النادي الاهلي شخصيته من الفرق اللي شخصيته بترجع بسهوله، فيقدر يرجع. لكن هتبقى مشكلته بالنسبه لي عقبه وحيده هو سان داونز. سان داونز والنادي الاهلي
كان لازم واحد منهم يعني هو النادي الاهلي كان لازم يخرج صن داونز من البطوله دي. أي. فهي دي هتبقى العقبه الوحيده ان هو المنافس القوي الوحيد بالنسبه لي للنادي الاهلي في بطوله افريقيا. الادوار الاقصائيه غير ومحدش عارف مين بالزبط. هيقابل مين والسيناريوهات ممكن تبقى عامله ازاي. كارت اصفر او كارت احمر في مباراه يغير سيناريو يغير الحقيقة. توقعات 180 درجه. تعال نشوف مع بعض كده نظره على دور المجموعات في بطوله دوري الابطال وتقول لنا توقعاتك وترشيحاتك في نفس الوقت لشكل المجموعه ومين منها مش بس ممكن يصعد لكن مين منها ممكن يكون عنده القدره على المنافسه على اللقب. ابدا معاك بالمجموعه الاولى. الوداد المغربي طبعا متصدر المجموعه واعتقد ان هو يصعد. بداياته ما كانتش يعني مبشره وكان في تراجع في النتائج والمستوى وناس قالت انه الهلال الوداد تاثر بخروج عدد كبير من اللاعبين في نسخه الفريق اللي حقق البطوله السنه اللي فاتت الموسم الاخير لكن قادر يرجع اهو اربع ماتشات تسعه قادر هو يرجع خسر اول خسر اول ماتش او اول مباراه في المجموعه. انت قلت احمد هو قادر يرجع عنده شخصيه البطولات فهو الوداد المغربي مع البطوله دوري المنطقه بيبدا يسخن يعني مش عايز اقول هو شبه النادي الاهلي بس هو فريق برضه خطر يعني فريق برضه عنده مشكله طبعا السنوات الاخيره الساحه كلها اهلي وداد ترجي يعني دول الثلاث فرق اللي ظاهرين على فانت شايف ان الوداد وطبعا حسابيا يمكن يكون هو اقرب الفرق بالظبط معاهم شبيبه القبائل وبترو اتلتيكو لكن بترو اتلتيكو فرقه محترمه جدا جدا هم انا بشوفهم النسخه المصغره من صن داونز مع فارق الخبرات ومع فارق طبعا الامكانيات بالظبط ايوه انما هو بيلعبوا نفس تلعب كوره حقيقي يعني شفت بيترو اتلتيكو طبعا فرقه عندها لعيبه كوره وتلعب كوره مميزه محترمه يعني كوره برده اللي هي القصيره وكوره برده بتعتمد على اللعيبه المميزه فبرده اعتقد لكن شباب كمان هو اقرب للصعود مع الوداد المغربي أيوة. الكوره في الجزائر برده اعتقد ان هي اتطورت تماما جدا انا عجبني قوي شباب الوداد بصراحه جدا نسخه محترمه جدا لا 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 تطور جامد صحيح فالشبيبه كمان الوداد المغربي اقرب للصعود من المجموعه ايه وتستبعد بيترو اتلتيكو وفيتا كلاب منهم طبعا اعتقد انه فرص الاكبر في المنافسه الوداد الوداد على اللقب هنا على اللقب على طبعا طبعا الوداد طبعا. نروح المجموعه بي المجموعه بتاعتنا بقى صن داونز متصدر المجموعه ب 10 بونت والهلال السوداني ب 9 بونت والاهلي ب 4 بونت طبعا القطن الكاميروني متصدر المجموعه خلينا هنا نوضح نقطه مهمه جدا في فكره فرق الاهداف اذا ما تساوى اذا ما تساوى الاهلي والهلال في عدد النقاط فبيكون الاحتكام للمواجهات المباشره مظبوط فكره فرق الاهداف لانه طبعا الخمسه بتوع صن داونز خلوا رصيد الاهلي في عدد الاهداف اللي اتسجلت بالسالب بقى ماينس واحد وعشان كده دي ميزه مهمه جدا ان النادي الاهلي لما الهلال السوداني هيجي له استاد القاهره هنا في ملعبه هيقدر انا متفائل النادي الاهلي هيكسبه باكتر من هدفين فان شاء الله بس يعني نكسب مباراه القطن وبعد كده مباراه الهلال السوداني بالظبط هنحلها حلال بقى نروح للمجموعه سي الاهلي صن داونز انا متفائل للاهلي وصن داونز ان شاء الله الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والفرقتين عندهم القدره على المنافسه على اللقب طبعا يعني انت اخترت دلوقتي الوداد من المجموعه الاولى والاهلي وصن داونز مظبوط الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني وحوريه الغيني والاوغندي فايبرز الاوغندي اعتقد طبعا الرجاء المغربي فريق برضو مميز نسخه رائعه للرجاء جدا 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 انا شايف ان الرجاء المغربي يعني نسخه مميزه كشر عن انيابه في دور المجموعات كشر عن انيابه لكن برضه يعني ما بشوفش ان الرجاء المغربي قادر ان هو يوصل ما عندوش شخصيه البطوله انا شخصيه البطل مش موجوده فيه عكس الوداد خد بالك الرجاء محقق عدد القاب اكتر من الوداد ما هو يعني مش عايز اقول بقى ان الوداد المغربي بقى في السنوات الاخيره متطور طبعا كبير. بس النسخه بتاعت الرجاء دي رجعت لنا الرجاء دي حقيقة كبير وواحد من كبار القارة ليه كل التقدير والاحترام دايما لسوء حظه برضه بيقابل النادي الاهلي فبيخرج صحيح وخلينا نقول برضه انه الرجاء والشيء بالشيء يذكر يعني الرجاء والوداد الحقيقة بيعكسوا مدى تطور الكرة المغربية واحط معاهم كمان بين قوسين نهضة بركان في السنوات الأخيرة الثلاث فرق دول الحقيقة تطوروا بشكل كبير جدا وقدموا وجه حقيقي لتطور الكره المغربيه بالاضافه طبعا للمنتخب المغربي اللي شفتوه طبعا حضراتكم وتابعتوه في كاس العالم. مين من المجموعه دي يا احمد؟ طبعا سيمبا التنزاني لعب كان مع النادي الاهلي الموسم اللي فات واعتقد الرجاء المغربي هم الاقرب للصعود. سيمبا التنزاني برده بيلعبوا الكره برده اللي هي برده الكره دلوقتي اللي تطورت جامد الكره القصيره برده المتعبه لكن النسخه دي تعتبر اكثر نسخه فيها قوه منافسه
وفيها تطور في مستوى الفرق يا احمد؟ اه طبعا، ان في الدور التمهيدي ما حصلش فيه مفاجات. أي. فاغلب الفرق اللي بتنافس دايما موجوده. يعني الترجي موجود، كنا بنشوف دايما ساعات الترجي ممكن يخرج، بنشوف الرجاء المغربي ممكن يخرج. لا اعتقد الزمالك ممكن يخرج بالظبط، فبرغم كده الزمالك ممكن يبقى ليه امل. الزمالك عنده امل طبعا، وده هياخدنا للمجموعه الرابعه. من الفرق دي رجاء وسيمبا، هل تتوقع في منهم يكمل المشوار؟ لا مش مصدق في المجموعه. نروح للمجموعه الاخيره، المجموعه دي الترجي التونسي، شباب بولزداد. الترجي التونسي بتسعة بونت متصدر المجموعه، شباب بولزداد تاني المجموعه بستة بونت، الزمالك أربعة بونت، المريخ السوداني بأربعة بونت. وهنا نقطه مهمه جدا، الاربعه ليهم امل، الاربعه عندهم فرصه، فدي طبعا ايوه. فما ننساش ان ما نقدرش، دي صعوبه المجموعه. الماتش اللي جاي بس بالنسبه للزمالك صعوبته انه خارج ارضه، هيروح يلعب مع شباب بولزداد في الجزائر، الجزائر تفرق معاه كتير جدا. ومفيش حل برضه غير المكسب، يعني نادي الزمالك لازم يكسب المباراه دي. لو كسب اعتقد يبقى نادي الزمالك صعوده معناه الترجي. اه طبعا جداً. طبعا برغم ان الترجي التونسي عنده 9 بونت، لكن هو مش ضامن برضه. يحتاج 3 نقاط فقط بالظبط، يعني فاضل له ماتشين وهيلاعب المريخ. والمريخ مش فرقه سهله. ايوه المريخ اتطور على المريخ اللي احنا برضو والله احنا كل ما بنجيب سيره فرق بنقول الفرقه اتطورت. يعني المريخ اتطور، والهلال السوداني اتطور جدا، بيترو اتلتيكو اتطور، سيمبا اتطور، شباب بلوزداد الحقيقه الكره اتطورت في افريقيا صح. فالحقيقه انا يعني ما بالغناش لما قلنا انها هي مش بس اصعب نسخة من دوري الابطال، لكن يمكن يكون اصعب موسم للنادي الاهلي السنه دي. وباذن الله قادرين ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله نروح لبعيد. ما دام متفائل. انا متفائل. هتعملوا ايه بكره؟ هنكسب. الريال والليفر طبعا لازم اساله طبعا. هنكسب هنكسب هتكسب. مفيش ريمونتادا يعني؟ لا مفيش ريمونتادا. نورت الدنيا يا ابو حميد، حبيبي احمد دايما. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله قادرين. الاهم لغايه دلوقتي ان احنا بس نعمل اللي علينا، واللعيبه تصالح جماهير النادي الاهلي في مباراه القطن الكاميروني، وبعد ما نعدي من القطن نبقى نشوف الدنيا رايحه بينا لفين. كل التوفيق لابطالنا، وهنتابع معاكم في السادسه كل يوم اخبار بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا لغايه باذن الله ان شاء الله لما نسافر للكاميرون استعدادا لمواجهه القطن الكاميروني. بشكر احمد مصطفى على وجوده معايا، نورت الدنيا. بنورك يا احمد، دايما مبسوط انا معاك، وان شاء الله قدرنا نقدم حاجه للمشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله قادرين. مباراه ان شاء الله في متناول فرقتنا طول ما احنا مركزين وفي حالتنا، وان شاء الله باذن الله المكسب يكون حالفنا في لقاء الجمعه اللي جاي. بشكركم كمان على المتابعه، بكره نتقابل حلقه جديده السادسه. تحياتي ليكم.